السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا إخواني في الله، كالعادة معكم أخوكم أمين أحمد من قناة جوستار. للإخوة الذين يشاهدون قناة جوستار لأول مرة، أدعوكم للمشاركة، تفعيل جرس التنبيهات، وكذلك مشاركة هذه الفيديوهات بين الأصدقاء لتعم الفائدة أكثر. في هذا الفيديو بحول الله سوف نتطرق إلى جانب يعني من الخصوصية، نظرا للمشاكل التي أصبحت تتمثل في فيديوهات خاصة، نشر فيديوهات وصور خاصة بعائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي يعني أي شخص يريد أن يقوم ببيع الجهاز الخاص به، فهو يعني يضطر لفرمطة هذا الجهاز ثم يقوم ببيعه. ولكن المشكل أنها توجد برامج كما تشاهدون أسهل ما يمكن استرجاع هذه المحتوى الخاص بجهازك، مثل الصور العائلية والفيديوهات، بطريقة سلسة وبسيطة جدا. في هذا الفيديو بحول الله سوف نتطرق إلى الطريقة المثلى التي تتركك تبيع هاتفك، مثال وأنت مطمئن اطمئنان تام بحول الله. هي طريقة يعني كلاسيكية، ولكن الطريقة الوحيدة المجدية إخواني. الطريقة كيف تكون إخواني؟ فرضا أنت لديك يعني هاتف تريد أن تقوم ببيعه، يعني مبدئيا راح تقوم بفرماطته ثم تنوي أن تقوم ببيعه، ولكن هنا يتم استرجاع ملفاتك، فيديوهاتك، صورك بطريقة بسيطة جدا. الطريقة الأنجع هي أنك حينما تريد أن تبيع هذا الجهاز قم بفرماطته بطريقة كلاسيكية، بعد ذلك قم باسترجاع هذه الصور إذا أردت أن تسترجعها بهذه البرامج، أو قم بتصوير يعني شيء مظلم. فرضا قم بتصوير حائط، ضع كاميرا الهاتف صوب هذا الحائط وقم بتصويره حتى تمتلئ البطاقة الداخلية الخاصة بالجهاز، ثم تمتلئ البطاقة الخارجية الخاصة بالكارت ميموار التي نسميها الكارت ميموار. قم يعني بتصوير شيء مظلم، مثلا حائط إلى غير ذلك، حتى تمتلئ هذه البطاقة. طيب، ثم قم بحذف هذا الشيء الذي قمت بتصويره، مثلا الحائط. بعد ذلك قم أعد مرة ثانية نفس الطريقة، قم بتصوير حائط أو شيء ما حتى تمتلئ هذه البطاقة، أقصد هنا البطاقة الداخلية الخاصة بالجهاز نفسه والبطاقة الخارجية أي كارت ميموار. قم ثانيا بملئها بتصوير شيء ما، قم يعني حاول كرر هذه العملية تقريبا 3 مرات أو 4، قم بتكريرها أكثر من مرة، 3 مرات أو 4، حتى تمتلئ البطاقة الخاصة بالجهاز، ثم قم بحذفها. حينما تحذفها يعني 3 مرات أو 4، تستطيع أن تبيع جهازك وأنت مطمئن. يعني السيد الذي يقوم بشراء الجهاز من بعدك سوف يقوم باسترجاع الصور، ولكن يسترجع آخر الصور التي قمت بوضعها، وهي صورة الحائط الذي قمت بتصويره. إخواني، هذه هي الطريقة الأنجع في يعني بيع جهازك وأنت مطمئن اطمئنان تام. أتمنى أن أكون أفدتكم في هذه النقطة. كان معكم أخوكم أمين أحمد، لا تنسون من صالح الدعاء، ولا تنسوا كذلك الاشتراك في قناتي. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وشكرا.